كيف تنضم لحلقة مجانية في جامعة القرآن؟ ماذا بعد أن قدمت واجب الفاتحة وها قد صححه لك المدرس تصحيحا لا تزامنيا، وقد أعجبت بهذا التصحيح وتريد أن تستمر في استثمار وقتك لتعلم القرآن بهذه الطريقة؟ ما عليك إلا أن تضغط هنا على زر التحكم في الزاوية العليا اليسرى واسحب الشريط العلوي إلى اليسار، ثم اضغط على زر الانضمام لحلقة. يشترط للانضمام لحلقة إتمام معلوماتك الشخصية والتأكد من صحة بريدك الإلكتروني، لذلك ولإتمام بياناتك الناقصة اضغط على زر تحديث ملفك الشخصي. وكما يمكن الوصول لنفس التنبيه بإتمام الملف الشخصي عند فتح البرنامج بعد تصحيح الفاتحة، حيث تظهر رسالة بهدية مجانية من جامعة القرآن تدعوك للانضمام مجانا لحلقة آيات مختارة من القرآن الكريم، وتغطي هذه الحلقة 14 واجبا لحفظ بعض قصار الصور وآيات مختارة من القرآن. ويشترط للانضمام لأي حلقة التأكد من صحة بريد الطالب الإلكتروني لضمان التواصل معه، فإن لم يسبق إدخال بريد الطالب الإلكتروني أو لم يتم التحقق من صحة ذلك البريد، فسيظهر هذا التنبيه طالبا إتمام بيانات الملف الشخصي للطالب قبل الانضمام للحلقة. وعند الضغط على زر تحديث الملف الشخصي للطالب يفتح الملف الشخصي للطالب ليمكن الطالب من إتمام البيانات الناقصة، وأهم هذه البيانات هو إدخال بريد إلكتروني حقيقي. كما يمكن أيضا في هذا الحقل تغيير بريدك لاحقا أو إعادة إدخال بريد آخر إن شئت تغييره. سيطلب منك البرنامج من خلال هذه الرسالة فتح بريدك الإلكتروني للتأكد من صحته. اضغط هنا لفتح بريدك الإلكتروني أو افتحه بأي طريقة أخرى، وستجد رسالة وجهت إليك من جامعة القرآن، افتحها، انسخ رمز التحقق الموجود في الرسالة، خذ هذا الرمز وأدخله في هذا الحقل، ثم اضغط هنا للتحقق من صحة الرمز. سيظهر ما يؤكد إتمام التحقق باللون الأخضر هنا. الآن اضغط على زر الحفظ، وبمتابعة التسجيل ستوجه إلى صفحة الحلقة التي دعيت للانضمام إليها، وبها تفاصيل الدراسة في هذه الحلقة، مدتها، عدد الواجبات في الأسبوع، اللغة التي تدرس بها، والمادة العلمية التي تغطيها الحلقة. اضغط على زر انضم للحلقة مجانا، وستبدأ باستلام الواجبات من قبل أستاذك لهذه الحلقة، ومن ثم تحفظ وتسجل تلاوتك ليصححها لك المدرس.